اهلا بكم مشاهدينا. زي ما عودناكم في سيدتي ان احنا نسلط الضوء دائما على قصص نجاح، وخاصه لما يتعلق الموضوع بالشان التربوي، سواء كانوا معلمين او مدراء مدارس وغيرهم من اللي لهم اثر كبير في بناء مستقبل الابناء والبنات. تفاصيل حول جائزه التميز التربوي من الرياض مع زميلتي رنيم. مساء الخير يا رنيم، وحشتيني. مساء الانوار يا هبه، انت كمان وحشتيني. وين الورد اليوم؟ انت وجميع الزملاء والاخوان الموجودين عندك في الاستديو. مساء الورد، اكيد اسمعي خلاص كل يوم ورد ولا يهمك، مثل ما قلت لك يعني قلت يعني في ورد او ما في اكيد بجيب لك يا هبه حبيبتي. شكرا. في شيء طح في الاستديو مو مشكله، لكن هبه عموما التعليم طبعا اكيد كلنا نذكر بعض المدرسين او المدرسات تحديدا بالنسبه لنا هنا البنات اللي مروا فعلا في مسيرتنا التعليميه وكان لهم تاثير واضح في حياتنا، لدرجه ان بعض المواقف ربما تذكرنا فيهم او ربما معلومه تمر في بالنا حتى لو بعد مرور سنين ذكرنا بان هذه الانسانه او هذا الانسان كان لهم تاثير كبير في حياتنا. فبالفعل طبعا التعليم هو اسمى رساله، وتكريم المتميزين من هؤلاء المعلمين واجب على المجتمع بشكل عام. وفي الرياض طبعا رعى وزير التربيه والتعليم الامير فيصل بن عبد الله يوم امس حفل تكريم الفائزين بجائزه التميز التربوي، وطبعا ذلك في دورتها الرابعه في مركز الملك فهد الثقافي. طبعا سيدتي كانت هناك والتفاصيل في التقرير التالي. رعى سمو الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم مساء أمس حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز التربوي في دورتها الرابعة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض. تعد جائزة التميز شراكة تربوية استراتيجية بين التربية والتعليم وجامعة الملك سعود والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، وهي منحة تقديرية سنوية تقدمها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية لتستهدف التكريم اللائق لكل من المعلم المتميز والقائد التربوي المتميز من الجنسين، وكذلك المدارس المتميزة، تثمينا لجهودهم وتقديرا لأدائهم الإبداعي ولدفعهم نحو التميز الدائم. حقيقة هذه الجائزة هي وسام شرف لكل معلم ومعلمة على مستوى المملكة العربية السعودية. شعوري حقيقة شعور الفرح بعد قطف الثمرة وبعد هذا الإنجاز الكبير، ليس الإنجاز في الحصول على الجائزة بقدر الإنجاز في إخراج جيل المستقبل وهم طلابنا وأبنائنا وفلذات أكبادنا. شعرنا اليوم بأن ما قدمناه لهم كان عملا مميزا. يأتي الاحتفال بالمتميزين والمتميزات ليس لمجرد الاحتفال، ولكن لأنهم حملوا رسالة عظيمة أخلصوا في حملها وأدركوا سموها وجلال قدرها، فقد استطاعوا أن ينهضوا بمستوى التعليم في المملكة العربية السعودية وأن يحققوا أهدافه السامية. الحمد لله، الجائزة يعني كرم إلهي، أمر كانت تسعى إليه المدرسة. ثقافة التميز ليست جديدة على المدرسة، وهذا ما خلانا أنه نخوض تجربة التميز، وكانت بالفعل يعني أمر حتمي علينا أن المدرسة فعلا تخوض منافسات الجائزة، ووفقنا فيها الحمد لله لإحراز المركز الأول على مستوى المملكة. إن اهتمام وزارة التربية والتعليم بهذه الجائزة لا شك أنه ينطلق من استراتيجيات تشجيع الجودة والتميز والتنافسية لإبراز أهمية دور المعلم والمعلمة، إلى جانب تطوير الممارسات التربوية للأخذ بزمام التميز والإبداع. مشاهدينا، ضيفتنا في الاستوديو هي احدى الفائزات، هي الاستاذه هيا عبد الهادي الحميدي، مشرفه امانه التربيه والتعليم في وادي الدواسر، وحازت على المركز الاول في فئه الاشراف التربوي. اهلا بك طبعا استاذه هيا، والف الف مبروك الجائزه. اهلا وسهلا فيكي، والله يبارك فيكي، شاكره ومقدره لكم قناه روتانا خليجيه على استضافتي في هذا اللقاء. شكرا لك. بداية حدثينا عن يعني طبعا الجائزه على شكل التالي، طبعا انتم متسابقين أو مرشحين تقدموا طبعا إنجازاتكم وبناء عليها طبعا يتم اختيارك. حصولك على المركز الأول ماذا يعني لك ومشاركتك بشكل عام بهذه الجائزة؟ طبعا تقديمي على الجائزة ومشاركتي في هذه الجائزة
يعتبر لي تكريم لنفسي قبل أن تكرمني وزارة التربية والتعليم. أنا حصرت إنجازاتي، وثقتها، تأملتها، عرفت نقاط القوة ونقاط الضعف، وبالتالي عززت نقاط القوة وعالجت نقاط الضعف. في جائزة وزارة التربية والتعليم وتقديمي عليها زي ما قلت يعتبر تكريم لنفسي قبل أي تكريم من وزارة التربية والتعليم. طيب أستاذة هيا، خلال 13 سنة ما شاء الله قضيتيها في التعليم، أهم المحطات خليها نسميها اللي مرت في حياتك أثرت بحياتك المهنية؟ محطات كثيرة. محطة دراستي في المرحلة الابتدائية، ومعلماتي اللي كانوا محفزين لي، ومديرة المدرسة في المرحلة الابتدائية، كذلك معلماتي ومديرتي في المرحلة المتوسطة والثانوية. لكن أبرز محطة أثرت فيني وفعلا يعني حسيت أني في هذا اللحظة أني متميزة، اللي هو انتقالي طبعا من قسم الإشراف التربوي إلى قسم الأمانة. هنا وجدت نفسي، وجدت أني فعلا الطاقات هذه لازم أنها تفجر، لازم أني أبدع فيها، فالحمد لله رب العالمين. طب بس باختصار إيش الفرق ما بين القسمين؟ إيش قسم الأمانة لو تعطينا فكرة عنه؟ أيوة، قسم الأمانة طبعا قسم مستحدث وزارة التربية والتعليم، يعني بمؤشرات الأداء، القيادات التربوية، التقويم الذاتي للمدارس، يقوم الأداء، يجود التعليم، يقيس مؤشرات الأداء لدى الأقسام والمدارس. فمرة القسم رائع جدا. طيب بسألك سؤال ما له علاقة بالموضوع بس بالله، مين أسهل التعامل مع الطالبات كمشرفة تربوية أو كمشرفة على المعلمات بشكل عام أو أداء المدارس؟ الأسهل لا، المعلمات. على المعلمات، المعلمات أسهل. وأغلب ملاحظاتك بالنسبة لهم إيش تكون بالغالب؟ أغلب الملاحظات تكون يعني في تطوير الأداء نفسه داخل غرفة الصف الدراسي مع الطالبة. المعلمة ما لم يكون لديها قدرة على الأداء في الصف الدراسي ما راح تؤدي المادة العلمية على أكمل وجه. طيب وبالنسبة لك أستاذة هيا، يعني بالمراحل الدراسية ابتدائي متوسط ثانوي، يعني إيش المرحلة اللي تكون أكثر تأثيراً على الطالب أو على الطالبة؟ طبعاً المرحلة المتوسطة أكثر من الابتدائي لمرحلة بناء. أيوة، لأنها مرحلة انتقالية ما بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية. وفي هالفترة الطالبة تكون يعني مراهقة، الطالبة تحتاج إلى الاحتواء، تحتاج إلى الاهتمام، فبالتالي هي أصعب مرحلة أعتبرها أنا. طيب ما شاء الله 13 سنة خبرة، كيف تشوفين مسيرة التعليم؟ يعني هل بالفعل نسير بالطريق الصحيح؟ هل مثلا عندك ملاحظات أو أشياء تتمني تكون موجودة في المجال التعليمي في المملكة؟ طبعا ما شاء الله تبارك الله، يعني التعليم في تطور مستمر ولله الحمد، تطور في المناهج، تطور في الأداء، تطور في الكادر، المدارس ما شاء الله تبارك الله الآن المدارس الحكومية أصبحت تنتشر بشكل واسع في مناطق المملكة ومحافظاتها. إذا كان ولا بد من ملاحظة، فعلا أريد الاهتمام بهؤلاء المتميزين والمتميزات، أريد فعلا أن يكون لهم دور على المستوى الوزارة، على مستوى التعليم بصفة عامة، مستوى مناطقنا بصفة خاصة. بصفة خاصة تكلمتي أو حضرتك حصلتي على الجائزة عن وادي الدواسر. نعم طبعا أكثر من جائزة سمعنا عنها حتى على المستوى، يعني مستوى الوزارات أو على المستوى الفردي، تقام في وادي الدواسر. نعم أكثر المسابقات حضورا بالنسبة لكم، أو هل بالفعل، يعني سؤال ثاني، هل بالفعل هناك تكريم للمعلمين المتميزين إضافة لهذه الجائزة؟ نعم، إدارة التربية والتعليم بمحافظة وادي الدواسر من الإدارات المحفزة والرائعة. أكيد أنا ما وصلت لهذه المكانة إلا بدورهم القيادي، دورهم المحفز الرائع. وأنا عام 1428 حصلنا على جائزة مدير التربية والتعليم ولله الحمد في عهد الأستاذ سالم بن محمد الله يعطيه العافية. ما شاء الله عنك، يعني كتلة حماس في دافع فعلا إيجابي من الداخل. الحمد لله. عادة يكون في حياتنا مواقف لا تنسى، مواقف تأثر فينا بشكل إيجابي ممكن تغير حياتنا، أو في حال حسينا بالضعف هذا الموقف يعطينا القوة. بالنسبة لك هاي الإنسانة أو حتى التربوية، إيش هذا الموقف؟ المواقف كثيرة سواء على الصعيد العائلي أو على الصعيد العمل، لكن أقول يعني إذا كان هناك موقف يدفعني للأمام، فإني كنت فعلا أتمنى أني أكون رئيسة قسم الإعلام التربوي. فما الله كتب أني أصير رئيسة قسم الإعلام التربوي،
الحمد لله وصلت مسيرتي في قسم الإشراف التربوي وبالتالي قسم الأمانة. ربي يوفقك إن شاء الله. طبعاً الأستاذة هي عبد الهادي الحميدي مشرفة أمانة التربية والتعليم بوادي الدواسر والحائزة على المركز الأول فئة الإشراف التربوي، شكراً لك وألف مبروك. وطبعاً الجائزة طبعاً كانت ما بين الجوائز المالية الدروع إضافة إلى ما شاء الله البي إم طبعاً توزع عدد جيد من سيارات البي ام هذه المره. وربي يعطيك خير ويكفيك الشر ان شاء الله. آمين إن شاء الله. شكرا لك استاذه هيا. ومشاهدينا طبعا دائما مهتمين بكل ما يعني طبعا بالمميزين او المتميزين. بعض الاشخاص مشاهدينا حظهم حلو انهم يتعرفوا انهم مميزين، الاشخاص الثانيين المفروض انهم يتحركوا بشكل اكثر لي على الاقل يظهر تميزهم للساحه او للاشخاص المحيطين. وطبعا وين في تميز سيدتي متواجد، وتابعونا مشاهدينا بعد الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل. في لبنان علاج الإدمان بتوفير المخدرات للمدمنين.